بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، دي الطواجن او البيضات اللي احنا جبناها من سوق السيدة عائشة، لسه جايبها. طبعا السلكات طبعا مفيش فيها طبعا بيضات من ساعة ما جبناها. اول عدد اللي عندي مش كاف، فنزلت دلوقتي جبت حوالي 40 طاجن زي ما انتم شايفين. طبعا انا جبت الطاجن اللي هو الفخار الواسع، انا طبعا بفضل الفخار مع الحمام، ما بفضلش البلاستيك، لكن ممكن اجيب البلاستيك للرف اللي فوق، هبقى مضطر ليه عشان ده ما يبقاش تقيل برضو على الرف اللي فوق. طبعا جبت مع الطواجن دي التحديق اللي انا بفضله ان هو يكون فرش للطاجن. وطبعا التحديق يا جماعه مهم جدا للحمام، لانه فيه املاح معدنيه زي ما احنا شايفين كده، ومكتوب على الكيس من بره احماض امينيه، بيبقى طبعا بيساعد ان ما يبقاش فيه كوكسيديا او اي اسهالات او الحاجات دي، مضاد للسموم ومضاد للفطريات، فيتامينات، طبعا بيبقى فيه فيتامينات. والحمام طبعا لازم يحتاج التحديد ده عشان طبعا وخصوصا الحمام اللي هو محبوس سواء في سلاكة او داخل اوضة، لازم توفر له التحديد، مهم جدا. هنبدأ دلوقتي ان شاء الله مع بعض نفرش الطاجن زي ما احنا شايفين، او البيضة اللي احنا جايبينها، ونرصها ان شاء الله مع بعض في السلاكة. يبقى كده جرد الكيس يا جماعة فاضي، نبدأ نفتح الكيس بتاعنا كده. فضي أول كيس أهو، وأدي تاني كيس. الكيس ده يا جماعة حوالي 5 كيلو أو كده. طبعا أنا هظبط بقى الكمية كلها على الطواجن إن شاء الله. نبدأ بقى نفرش الطاجن، ودي الكمية اللي أنا بحطها أو ده المقدار اللي أنا بشتغل بيه. الكوباية دي كده أهي، حلو جدا ومناسبة اهي كده، لا بتبقى قليلة ولا بتبقى كتيرة، هي كده مناسبة جدا للطاجن. نعمل واحد كمان اهو قدامكم. اهو كده يا جماعة، نخلص بقى ونرجع لكم ان شاء الله. كده يا جماعة بعد ما فرشنا الطواجن طبعا بالتحديد زي ما احنا شايفين كده، وده اللي بفضل ان انا افرش بيه الطاجن او البيضة اللي هي بتبقى تحت الحمام. طبعا التحديد يا جماعة ده بيبقى فيه املاح وكالسيوم اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا الكالسيوم ده بيساعدنا في وضع البيض، وبيبقى خالي من اي عيوب، وبيكون قشرة كويسة جدا للبيض. طبعا بيساعد كمان على انتاج زغاليل بتبقى كويسة جدا وقوية، بيساعد طبعا على الهضم ومنشط قوي جدا للجهاز الهضمي. في كمان يا جماعه طبعا التحديد ده لو في اي سموم في جسم فرد الحمام، طبعا بيبقى طارد جدا قوي جدا للسموم، زائد ان هو فيه احماض امينيه واملاح معدنيه زي ما احنا اتكلمنا، وبيبقى مفيد جدا للحمام، بيديه فيتامينات ومضاد قوي جدا من الفطريات والسموم. طبعا ما بيبقاش فيه ولا عندك ولا كوكسيديا ولا اي اسهالات ولا الكلام ده. وطبعا التحديد ده يا جماعه لازم نوفره، وخصوصا ان زي ما احنا قلنا الحمام اللي هو الحبيس طبعا بيمد بالطاقه الكالسيوم اللي هو بيحتاجه من الشمس، اللي هي طبعا في بعض الناس ما بيبقاش عندها طبعا الشمس بيخش لها، طبعا بيدي نفس العناصر اللي هي الكالسيوم اللي بياخدها الطائر بتاعنا. طبعا لو الحمام بيبقى سايب بيحاول ان هو بيجيب التحديد بتاعه بمعرفته، بيبقى طاير الكلام ده، طبعا الحمام المحبوس ما بيقدرش ان هو بيعمل العمليه دي، فبنوفر له التحديد ده. نبدا بقى طبعا نفرشها دلوقتي او نحطها للحمام، وهتشوف الحمام هيتعامل معاها ازاي. ده كده يا جماعه بعد ما حطينا الطواجن او البيضات اللي احنا حطينا فيها التحديد، طبعا الاسس كلها هي بدا اللي يقعد فيها واللي بدا ياكل طبعا في التحديد زي ما احنا شايفين اهو كده. كده بكون نهايه الحلقه بتاعتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنساش في نهايه الفيديو باللايك والشير عشان الفيديو بتاعنا يوصل لاكبر عدد من محبي الحمام، وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.